محمد العراقي صار شهرين ويا محمد المياحي انت جلب ايراني يا محمد المياحي انت جلب ايراني حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم، هذا البرنامج اللي نوجد بشاشة الرافدين حتى نسمع آراءكم وتعليقاتكم بالمواضيع اللي نطرحها بكل حلقة. بداية نحب نذكر السادة المشاهدين إنه قناة الرافدين عندها تردد جديد، ترددنا على مدار القمر نايل سات 10727 أفقي، أكرر 10727 أفقي، فأتمنى تدخلون هذا التردد على مدار القمر نايل سات بأجهزتكم الخاصة بكم ببيوتكم حتى نظل مستمرين وياكم 24 على 24 وتتابعونا وتشاهدونا وتشاركون ويانا في برامجنا. أي شخص وأي متابع وأي مشاهد لقناة الرافدين يقدر يشاركنا في برنامجنا أو في حلقتنا اليوم في برنامج صوتكم عبر الأرقام التالية، الأرقام الثلاثة اللي تشوفوها جوا هسة تقدرون تتصلون بها على أي رقم من ذني الأرقام بأي مكان من وجه الكرة الأرضية، وين ما كنت تقدر تتصل على هاي الأرقام. أما الرقم اللي تشوفه هنا هسه هذا رقم مخصص للرسائل فقط، يعني تدز لي رسالة مكتوبة أقراها بالدقائق الأخيرة وأتمنى تكون متبوعة باسمك ومكانك حتى نعرف صاحب كل رسالة يدز لنا إياها من وين. ما أقدر أستقبل أي اتصال على رقم الواتساب. وهذن الرقمين اللي تشوفوهن هنا ذني هذني مخصصة للداخل، أي شخص من زاخل الفاو يقدر يتصل بينا بأي دقيقة من دقائق البرنامج على واحد من هذين الرقمين ويشاركنا بالبرنامج. بداية اليوم أكو شغلتين حبيت أحكي بيها. الشغلة الأولى لما يطلع موقع أمريكي ويقول إنه العراق يسرع من خطواته لإغلاق كافة مخيمات النزوح، حيث تم غلق فعليا 62% من المخيمات المتبقية للنازحين داخليا على مدى الأشهر الستة الماضية. والموقع الأمريكي يضيف أنه وراء 3 سنوات من إعلان العراق رسميا عن هزيمة تنظيم داعش الإرهابي عادت دفعة جديدة قوامها أكثر من 3000 شخص إلى منازلهم من مخيم السلمية في محافظة نينوى. هذا اللي أعلنته الحكومة، أتمنى واحد يقدر يوصل للمونيتر ويبلغها أنه هذا إعلان الحكومة، إلا أنه المناطق المدمرة 90% من البنى التحتية اللي بيها مدمرة وما بيها بيوت وما بيها شوارع وما بيها مدارس وما بيها محلات وما بيها كل شيء. فأنتوا من أو من الحكومة من أغلقت هاي المخيمات وقالت لهم ترجعون لبيوتكم، وين يرجعون؟ يعيشون بالأنقاض؟ لو هم أنا ينصب لخيمة بصف الأنقاض مال بيته ويقول هذا كان بيتي. والحكومة العراقية من فكرت تغلق المخيمات ما فكرت ذولا وين راح يروحون؟ هاي القضية الأولى اللي حبينا نحكي بها. أما القضية الثانية فهي طامة كبرى، قضية التجنيس. عوفوا المجازر والمقابر الجماعية واليوم لقوا وحدة بالموصل، لكن إنه بس بديالة هيئة النزاهة ضبطت معاملات منحت على ضوءها جنسية إلى أجانب والمعاملات مزورة. وأكو ناس قالت الحكومة وصلت نظام البطاقة الموحدة إلى إيران ودا يشتغل بإيران ودا يأخذون جناسي، والعراقيين اللي موجودين بالخارج وما عندهم بطايق موحدة ما يقدر يطلع بطاقة موحدة لأنه ما وصل للنظام لهسه. فأكو غضب بالشارع العراقي أنه أكو تجنيس وبالتزوير، وأكو ناس هواية أخذت جنسية عراقية وهو ما يستحقها. فإحنا اليوم نريد نحكي على غلق المخيمات وشون الحكومة جت قالت أنا أريد أغلق المخيمات. أنتوا تريدون تغلقون المخيمات، يعني إذا غلقت المخيمات راح تزيد المصاريف عندك؟ لا، انت اصلا ما نعطيهم شيء، راح يقل البوق ممكن لانه هي اكو مخصصات للنازحين بس ده تنباق.
راح يقل البوق بقضية النازحين لأنه راح ينهوها قضية النزوح بعد ماكو، فما راح يصير أكو مخصصات للنزوح، بس راح يبوقها بغير طريقة. ومن تنطي جنسية الواحد ما يستحقها وتجيب ناس ما يستحقوها وتعطيهم جناسي، وبعدين شي يصير وراها؟ هاي القضيتين اللي نريد نحكي بيها. أبو عمر من بغداد، حياك الله. حياك الله أستاذ فهد، وحيا الله قناة الرافدين المطولة، وحيا الله مشاهديها. تفضل أغاتي. أستاذ أفل، بالنسبة لموضوعكم يعني من المواضيع اللي دائما يطرحوها على شاشتكم، مواضيع اللي هي كلش يعني مهمة وكلش جميلة يعني تتحدثون عنها، يعني هذا الموضوع اليوم مؤدتم موضوع مال الجناسي، هذا موضوع مهم يعني أستاذ أفل، يعني بصراحة سلطة الأحزاب اللي موجودة بالمنطقة الخضراء وكافة الأحزاب اللي موجودين يعني من يصرحون قرارات يعني وزارة الداخلية اللي هي مسؤولة عن هاي الأمور، الجناسي أو أي مواطنين عرب اللي هي هي المسؤولة الأول والأخير، يعني إذا كانت أكو عندنا دولة، لكن للأسف للأسف هاي سلطة الأحزاب اللي موجودة عندنا بالعراق تجند ناس وتطيهم هويات من أجل مصالحهم الخاصة، يعني نقدر نقول راح تجندهم في مناطق فنية أهلنا اللي موجودين بديالة وأي مناطق، فراح يستفادون من عندهم بأي أمور على حساب دماء الشعب العراقي، فهذول راح ممكن راح يكونون يعني فجهة مخربين لهذا البلد. نعم. وليس أنه راح يعمرون البلد وليس أنه يصلحون البلد، وبأي حق يعني تطيهم جناسي؟ شنو هم؟ مين أصلهم؟ مين كانوا؟ يعني هاي الأمور لازم قانونيا أن يتحاكمون بها. فللأسف هاي وحدة، ليش ما تطون أهلنا وأهلنا الموجودين اللي صاروا سنين النازحين بالمناطق المنطبضة اللي صارت، اللي أولادهم يصير عندهم يعني أطفال يعني ما عندهم أي جناسي؟ طيب هذول يكونون أولى من هذول؟ يعني هذول ليش هذول مو عراقيين؟ ما محسوبين عراقيين يا أستاذ أفل؟ يعني عندنا ناس هواية ضاعت بالمعارك اللي صارت، فقدت جناسيهم، فقدت يعني كثير أمور يعني اللي هي خص ابنائهم انفقدت، يعني من يروحون يراجعون ماكو أي مراجعات عندهم، ماكو أي تخويل يطوهم لا جنسية ولا بطاقة سكن ولا بطاقة تموينية، كل هاي الأمور ما متحسبين أنهم هم أولى. يعني سلطة الأحزاب كيف تطي جناسي عرب لناس ما نعرف أصلهم من مين جوي؟ هذول راح مصلحتهم الخاصة اللي يا أستاذ أفل قاعد يعملون ودمروا البلد بكافة أمايلهم، يعني يقدرون يسوون كل شيء، يقدرون يسوون على حسابهم، على حساب الشعب العراقي هذا المظلوم اللي جاي حكمه سلطة الأحزاب بالمنطقة الخضراء. فإحنا هذا الأمر أستاذ أفل يعني من لازم وزارة الداخلية انه يمنع هذا الشيء، لو كان عندنا وزاره داخليه بالعراق وعندنا مسؤولين عندهم هذا العلم، يجب محاسبه السلطه اللي قاعده تسوي هذا الشيء، يعني ما ممكن ابد ابد انه تفعل امور هي امور قانونيه وامور دوله، فما يصير هاي السلطه توصل هالمرحله هذه تسوي جناسي وتطلع جناسي لا جنسية ولا جنسيتين، يعني أعداد كبيرة ما سمعناها 1300 واحتمال يكون العدد أكثر من هذا الرقم يا أستاذ أفل. فللأسف للأسف العراق يعني بيمر مرحلة يعني ما بدولة، ما بحكومة، ما بسلطة إنه تحاسب. الآن الأحزاب اللي قاعد تأمر وقاعد تسوي طلع جناسي، تقتل هذا، تهجر هذا، تفعل بما يشيء لها، لأن إحنا لمتى نظل على هذه المطرق اللي قاعد تأذين هاي حكومة الأحزاب واللي دمرت البلد بأشكال أنواعها الإجرامية؟ يعني للأسف الشعب العراقي يعني كثير من عندنا من يضيع جنسيته، يعني يصعد محكمة، راح قاضي، جاء مركز شرطة، والله يا سدفن من الصعوبة طلع الجنسية،
كيف هذول طلعهم جنسية؟ لا أب لا أم لا، منين هذول؟ منين نعرفهم؟ وشون صار راح يصيرون عراقيين؟ زين هذول مستقبلهم راح يأثر على الشعب العراقي، راح يصير عندهم حالات ولادة وراح يصير عندهم أطفال. زين هذول هالسلة هالسلة منو راح يحكمهم؟ المن رادين؟ زين مستقبلا هذول لهم رواتب، لهم معاشهم، لهم مكانتهم، فهاي الأمور منو راح يقدمها لهم؟ منو راح اللي راح يخلي لهم السكن؟ وين راح يقعدون؟ كل هاي الامور اللي هي سلطة الاحزاب مدعومه اللي تأتي به ناس عرب. زين هذول شنو فرقهم اللي يتحدثون عن داعش اللي جوي؟ زين هذول هذول انجز من داعش اذا كانوا يقولون بنظرهم اكو داعش. هذول هذول ناس احنا يعني ما نعرفهم اصلا. حرام من المحرمات ان يبقون بارضنا، وراح بوجود هاي الناس راح تكثر وتكثر. يعني اذا ما يكون لهم رد، فللاسف ماكو عندنا اي رد من حكومه الكاظمي او اي حكومه، لا وزاره الداخليه، الكل تابعين لهذه البؤر الفاسده اللي جاي تحكم. والكل تعرف اللي قاعد يصير عندنا بالعراق، بلد يعني دمروه تدمير كامل، ماكو لا احترام بوزاره انه تقود شعب، كلها احزاب اللي جاي تقود الشعب، اما وزاره الداخليه وزاره الدفاع. فمجرد هذول اسماء يا استاذ افل يعني وجدت انه كشاشه يتفرجون عليها المواطن العراقي، هذاك جندي، هذا ما ادري وين، هذا وين. فهاي كلها اشياء كلها تجذب الشعب العراقي الان لسلطه الاحزاب اللي جاي تحكم. حكومه الكاظمي ليست بحكومه جاده، وليس حكومه لها سياده، ليس لها حكومه دور على الشعب العراقي. لا. يعني للاسف يا مصطفى الكاظمي من هاي الامور تصير. انت وين نايم قاعد؟ اصحى على شعبك، اصحى على سيادتك. وين الحلف اللي حلفته؟ راح يصون بلدك وراح يصون شعبك، هذا شعبك اللي جاي يدم عرب جاي يدخلون بعلمك. للاسف يا استاذ افد، للاسف احنا قاعد نوصل مراحل يعني سيئه. نعم. من هذه سلطه الاحزاب للاسف يا استاذ افد. نعم، شكرا شكرا لك ابو عمر. من السعوديه سعد، حياك الله يا سعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك أخونا أفل، وبارك الله في أهل العراق. أما عندي نقطتين. النقطة الأولى، بارك الله في أخونا أبو عمر، وفى كفى ووفى على ما قاله. نعم. أما النقطة الثانية من ناحية النازحين وعودة النازحين، المقصود فيها قبل يمكن 4 أيام أو 3 أيام كان في قصف من الأمريكان على داعش عشان يمررون عودة هذول عشان يكملون مسلسل سرقهم هم والعصابة هذه. فضغطوا على العصابة هذه، قالوا لهم رجعوا النازحين عشان إيش؟ تستمر لعبة داعش اللي عرفها كل شعب العراق. ولكن الحمد لله بوعي هذا الشعب وبإصراره قادر إن شاء الله يدحر كل مخططات هذول العصابة المجرمة وأعوانهم. وتحية لك يا أخونا الفاضل، وتحية لهذه القناة المباركة، وتحية لأهل العراق، والسلام عليكم ورحمة الله. حياك الله. وعليكم السلام. عبد الرزاق من بابل، حياك الله يا عبد الرزاق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلون أستاذ أفل؟ نحمد الله على كل شيء. شلونك؟ زين الحمد لله. بالنسبة للمهجرين أستاذ أفل، يعني هذه أمنيتنا، أمنية كل عراقي، يعني يرجعون محافظاتهم، لأنه خلال الظروف هذه الصعبة يعني احنا جاي نتحسس معاناتهم ومشاكلهم، بس المفروض تتوفر لهم الخدمات. يعني انت رجعت المحافظة والخدمات ما متوفرة، يعني شراح شون يعني ايش هذا؟ يعني المفروض انت توفر الخدمات وترجع، يعني انت راح ترجع يعني غصبا عليه، يعني بهاي الحالة خلقت أزمة وخلقت مشكلة، فاحنا ما نتمنى هذا الشيء. بالنسبة للتجنيس استاذ أفل، أي بالنسبة للتجنيس، العراق النفوس مالته الحمد لله يكفي ويوفي، يعني ما محتاجين احنا ان نجنس فلان شخص ومن فلان دولة. بس انت لما تشوف الحكام يكون ولاهم الغير بلد، انت لا تستغرب هذا الشيء. يعني حتى يجلسون لك ياجوج وماجوج مستعدين على مود مصالحهم، على مود يعني يضمنون وجودهم بهذا البلد. يعني هم نفسيتهم دولة جماعة الأحزاب والميليشيات، يعتبرون أنفسهم غرباء
فيجيبون يعني جماعتهم للدول اللي ينتموا لها كانوا بها حتى على مود ينافسون العراقيين. هو هذا هو هذا المخطط مالتهم مبين يعني مع كل الاسف. يعني مختار ما يفكرون هيك بتجنيس الغرباء، وهذه كان المفروض يفكرون باعاده العراقيين اللي هسه منتشرين بكل الدول يعني تحت كل اجماع عراقي. حتى انا اتمنى اذا اكو ناس مخلصين لهذا البلد، اتمنى حتى عالة الرئيس العراقي الراحل يرجعون لبلدهم، لانه مهما تكون استاذ افل دول عراقيين، دول عراقيين، والعراقي ما يحب لو تسوي له اي بلد يعني جنه ما يرتاح اذا مو بلده. فاتمنى والامنيه بعد يعني ويا دول اشوفها يعني بعيده، بكر ما يجلسون دول الغرباء يعيدون العراقيين، يعيدون العراقيين الوطن هم، يسوون مصالحه، وحتى على مود نتجاوز هذه الظروف اللي جاي تشيط بالعراق. يعني ساتر الله من المستقبل اللي يعني صراحه مستقبل مرعب. يعني من هسه اذا تشوفوا انت جماعه الاحزاب من هسه مسرسنين اذرعتهم للانتخابات، وواحد يعني متحضر لاخر، ما معناته لا سامح الله يعني راح يخلون العراق يعني شلون مثل ما تقول بين المطرقه والسندان. نعم. فاتمنى الله ان يحفظ العراق والعراقيين وتنتهي هاي الازمه. اشكرك استاذ افل الحبيب. شكرا لك اخ عبد الرزاق. ابو عمر من باب البدايه، عفوا ابو عمر من بغداد اتصل بينا وقال انا اشكر قناه الرافدين على المواضيع اللي تطرحها لان يتم المواطن العراقي. لا شكر على واجب اخوي ابو عمر، بس انت سالت على قضيه التجنيس. كل دول العالم هسه احنا العراقيين هوايه عندنا عايشين بدول العالم ودا ياخذون جنسيات، بس ماكو دوله دا تعطي جنسيه الى اي عراقي لسواد عيونه بس. امتحانات ويقرا ويدرس ويتعب وسنين ويشقى ويشتغل ويدفع ضرائب وما اعرف شنو الى ان تتاكد الدوله انه شبعته بتاريخ ذاك البلد او تاكدت من انه راح ينتمي الى هذا البلد يلا تعطيه جنسيه. اما بالعراق سنه واحده ما ادري شنو بالتزوير يجي طب سلام عليكم اعطوني جنسيه واخذ. احنا نفخر بجنسيتنا ونتمنى العالم تحب العراق وتجي تاخذ جنسيه هذا البلد ويصير حامل جواز بلدي وافتخر انه انا بلدي دا يطي، لكن بصوره صحيحه. السؤال اللي ينطرح هو الاجنبي اللي جاي دا يتجنس هسه على شنو؟ فلوس بالعراق ماكو، شغل ماكو، رواتب منتهيه، سياحه انتهت ب 2003، اثار والعراقي ما مأمن على روحه يأمن على اثاره. وكلكم شفتوا لما اجى تنظيم الدوله الارهابي ايش سوى باثار العراق بالموصل. شنو بعد اكو؟ مساعدات راح يطل العراق للمجنسين؟ هو العراق محتاج مساعدات من العالم حتى يوقف، وراتب مدى يطي راح يعلن افلاسه بعد كم يوم. فهي هاي المشاكل اللي تنطرح، وفوق القهر تجنيس بتزوير. زين ابن البلد هسه مثل ما قال عبد الرزاق اكو ناس ما محصله الجنسيه، واللي يريد يطلع بدل ضايع للجنسيه ما تضايع، احترقت انغسلت صار ما صار، ينشف ريقه يلا تطلع على الجنسيه، وانت تجي تعطي جنسيه على الحاضر بلاش وبتزوير. صباح من بغداد ويانا، حياك الله. خسل رحب بيكم قناتكم الكريمه. حياك الله اخوي العزيز. بالنسبه لموضوعكم يعني من كان مصطفى الكاظمي على المخابرات، ونعرف احنا شنو دور المخابرات باصدار البطاقه الذكيه الجديده، يعني هي يصدروها من مطار صدام، مطار بغداد المركز مالتها، ووزعوها للمحافظات، فلازم عنده احصائيه وعلم بالتجنيس هذا اللي جاي يصير بالعراق. والتجنيس هسه هذا الملف اللي انفتح بدائره النزاهه في دياله، مو الملف يعني الوحيد في دياله، احنا نعرف الديالة بها أقضية وكل قضاء بدائرة للجنسية والنفوس، فهذني الدوائر يعني عدة دوائر بها، والمحافظات مثلا المحافظات مثل كربلاء والنجف والبصرة وميسان وكل وحتى بغداد وبالذات بغداد، يعني كلها صار بها تزوير وتجنيس لإيرانيين تحديدا. شنو الغاية من عدها؟ الشعب العراقي الآن فهم شنو هاي الغاية. هي الغاية الشغلتين، اولا تغيير ديموغرافي لبعض المناطق الحدوديه مع ايران، وثاني شغله اللي يستفادون منهم بالانتخابات المقبله وتغيير الاصوات، يعني كيفهم يصعدون مثل دوله القانون
او الحكمه او فتح او القوائم اللي راح تدخل بها الحشد في سبيل يصعدون الحشد ويخلونه هو اللي مسيطر على البرلمان، هو مسيطر على الوزارات، فعندهم مخطط جاي يمشون عليه مو بكيفهم يجنسون. هاي العمليه من زمن باقر صعلاغ من كان وزير داخلية. احنا نعرف ان وزارة الداخلية بذيك الفترة كانت مخترقة من قبل بدر ومن قبل الحرس الثوري، وماخذين عدة طوابق في وزارة الداخلية للتعذيب والقتل والتجنيس وكل شيء، والتغيير الديمغرافي في ديالة وفي كل المناطق، وحتى من ضمنها جرف الصخر اللي حاليا هم يسكنوها ايرانيين ومن حزب الله وغيرهم، وما حد يقدر يدخل لها من المسؤولين العراقيين بدون استثناء. فهذا مخطط، وهاي ضبط العدد 4333 قيد مدني مزور. يعني هاي شيء بسيط من ما موجود على الحقيقة. والحكي الشارع العراقي الآن يتكلم 5 مليون إيراني تم تجنيسهم عن طريق الأحزاب الموالية إيران مثل حزب الدعوة وبدر والمجلس الأعلى والناس الشخصيات اللي موجودين قيادات الحشد، اللي هم يزكون كيفهم يعطون الشخص الإيراني اللي يجي الجنسية ببلاش ويعطونا وياها قطعة أرض وبيت من هذين المقتصبات اللي موجودات حاليا في جرف الصخر، وموجودات في حزام بغداد، المناطق اللي استحوذوها من أهاليها، والقرى الموجودة في ديالة على الحدود، كل القرى السنية احنا نعرف تم تهجيرهم قصرا في سبيل تغيير المنطقة ديموغرافيا، ويجون إيرانيين يسكنوها، والبساتين اللي موجودة هناك تم الاستيلاء عليها من قبل الحشد. ليش؟ من الغاية معروفة، يريد يدمرون العراق. ويتكلمون ان العراق حاليا 40 مليون نسمة، وين اكو يتحكي؟ يعني احنا اللي بس قتلهم جيش المهدي يمكن بيهم 1.5 مليون، وابو العصائب وابو غيره. أخ صباح، أخ صباح، بس اريدك تسمع هالخبر. انت ذكرت انه اكو احزاب نطت جنسيات الى ناس حتى تزور. انا المشكله اللي 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 تغث بالعراق اليوم، المسؤولين اللي كانوا بالسلطه او اللي بعدهم بالسلطه ما يحكي الا شوكت، الا ما يوقع الفاس بالراس. رئيس الدائرة الانتخابية الأسبق عادل اللامي يقول أطالب هيئة النزاهة بتدقيق قيود الجنسية من عام 2005 لليوم، لأنه أكو أنباء عن منح جهات سياسية الجنسية العراقية لأجانب شاركوا في الانتخابات، وأكد أنه صار تزوير بانتخابات 2005 وانتخابات 2010، وأنه نتائج الانتخابات راح تكون بخطر وقد يتم إلغاؤها في حال الطعن بمشاركة جنسيات غير عراقية بالاقتراع العام. وهيئة النزاهة أعلنت عن ضبط 4333 معاملة قيود مدنية مزورة منحت على أساسها الجنسية. زين، أنا أردفتها مساني، شفتها من هذا الخبر إذا يحكي لي هسه بال 2021؟ بالطبع أستاذ، احنا هذا من 2005 لحد الآن صارت يمكن 4 مراحل أو 3 مراحل انتخابات، فكل ذن المراحل اللي فاز بها المالكي، فازت بها فتح والنصر وغيره، والقوائم اللي هم الكتلة الأكبر، من اجتي من وراء هاي الأصوات اللي هي بالملايين احنا نعرفها. والدليل احنا نعرف ان اكو طبقة كاملة تم تهجيرها، واكو طبقة تم اعتقالها، واكو طبقة تم التغييب القسري اللي حاليا ما يعرفون وينهم. فالعراق كنسبة من اكمل لك ال 40 مليون هسه اللي يحكي بيها رئيس الوزراء وغيره، يحكون ان العراقيين حاليا 40 مليون المهجرين بدول العالم يطلعون بال 8 مليون 7 مليون تم تهجيرهم قسريا. شلون انت تقول 40 مليون موجودين بالعراق؟ هذا التقرير مالتك. واضيف لك اكثر من عنده ان الانتخابات المقبله راح يتم تغييرها بالاصوات المزوره، يعني هذا المخطط مدروس من قبل الاحزاب، وهاي الجنسيه ما راح تعطيهم الغايه منها ببلاش، الغايه منهم اصواتهم لتغيير الانتخابات المقبله، واحنا خايفين من هذا الشيء. هذا خطر، يعتبر خطر على ان صعود ناس سيئين وناس ولائين الى ايران، وثاني شيء المناطق الحدوديه مع ايران والقرى اللي كانوا مساكنيها ابناء السنه تم تهجيرهم في سبيل ذولي، كلهم يجون يقعدون مكانهم في سبيل مستقبلا يمكن بعد 20-30 سنة احنا رايحين يصير العراق ايراني رسمي كلهجة وكلغة وكعمولة. ونعرف احنا بالبصرة صار ما صار بالفترات الاخيرة، هاي السنوات راحت من كلام فارسي وعمولة بالعملة الايرانية وبالنجف وبالكربلة، نعرف هذا الامور كلها موجودة، وصارت عدة حوادث مع عراقيين في نفوس الكرادة، دائرة جنسية الكرادة دخلهم ناس ياخذون الجنسية. والله العظيم صاحبي يقول لي وقعت منه اوراق، قلت له هاي الاوراق وقعت منك؟ يقول ساكت ما يحكي ما يتكلم. يقول لحيت عليه قلت له هاي الاوراق مالتك ما حكي، بعدين يباوع عليها يقول حكي كلمه واحده بالفارسي ما افتهمت عليه واخذهن من عندي.
يعني اكو ناس جاي الطب يقولوا لهم لا تحجوني، الطب ياخذ الجنسيه ويطلع. والعراقيين احنا عايشين حاليا يعني ثلث الشعب مشتت مهجر، نعم، بين سجون بين غيرها، جاي يعانون الامرين والناس ساكته. واخو عماد مصطفى الكاظمي يطلع يكذب ويحكي بالعراق ويحكي انه حريص على وحده العراق. هذا ملف انت كنت مدير مخابرات وحاليا رئيس وزراء، يلا هذا الملف التجنيس اللي الشعب العراقي ما راضي به، شلون يدخلون ايرانيين ويجنسون ياخذون الجنسيه؟ ليش العراق شنو به امتيازات في سبيل الدول العربيه او غيرها وايران يجون ياخذون الجنسيه؟ ما عندنا امتيازات، كل الناس حتى العراقيين كارهين جنسيتهم، لان ما بيها لا كرامه لا سياده لا حقوق، كل شيء ما بيها الجنسيه العراقيه والجواز العراقي. ومنظمات عاليه عالميه ودوليه قالت العراق اسوأ بلد واسوأ جواز، شنو ياخذونه؟ اذا الغايه معروفه، هي الأحزاب الموالية إلى إيران تعطيهم الجنسية العراقية في سبيل يأثرون على الانتخابات، نعم، ويهجرون، نعم، الناس من مناطقهم السنية. هذه، نعم، الغاية كلها. نعم، شكرا لك أخ صباح. أبو حسن من بغداد، حياك الله يا أبو حسن. السلام عليكم أخوي أفل. عليكم السلام والرحمة والإكرام. أخي أفل تحياتي لأخوي صباح، يعني يتكلم كلام محترم ومرتب، حياك الله. يعني أقول علي هذا عراقي أصيل. لا. طبعا احنا ما عدنا دولة، احنا عدنا مطايا احتلال. يعني هذا التجنيس هو من زمان، طبعا مو اليوم، من لما تجي زيارات من دولة الإيراني لما يجون للعراق ترى مو غير زيارة، وانما يجون يعني هم جنسهم، هم يجون غيرهم التجنيس والحصول على الجنسية العراقية. هم دولة مو عراقيين اصلا، حتى هذا مصطفى الكاظمي او غيره او غيره او غيره دولة مو عراقيين. يعني انا قايلها مئات المرات. اما بخصوص العوائل اللي تهجرت او قتلت او تدمرت، هو هذا هدفهم الحكومه، ما يسمى بالحكومه. فهم دول غرضهم تدمير البنيه الانسانيه التحتيه. يعني يقول لي يا سيد منجوي، من زمن الاحتلال ولحد اللحظه شنو سووا بالعراق؟ يعني ما جابوا الطائفيه والقتل والارهاب والتدمير، وفوقها تزوير الانتخابات. يعني انتخابات ما فد يوم، يعني قبل الانتخابات السابقة 20-18% من العراقيين راحوا انتخبوا، أو مو عراقيين انتخبوا تبعية إيران والحشد وغيرهم، هم سووا انتخابات ورجحوها رغم عنف العراقيين اللي عايشين. أما بخصوص يعني هالانتخابات السابقة وراح تجي، راح يظل تزوير محط اهتمامهم، لأنهم ما يزون يعني البلد الى قيمه ولا الى كرامه ولا الى خصوصيه. يعني تحدث اخويا صباح لما دا يقول اسوء دوله بالعالم من حيث الفساد، من حيث الرشاوى، من حيث القتل والارهاب والامان ماكو. فما غايتهم؟ يعني دوله مو عراقيين ولا ينتمون للعراق، لا مصطفى الكاظمي ولا الجعفري ولا العلاوي ولا المالكي ولا اي واحد، هذول كلهم اداه بيد الاحتلال. يعني لا. الاحتلال يقول لهم سووا هالشيء، هذا سووه. هم دول ما يفهمون شيء بالسياسه، سياسه بحر. سياسه لما رجل يكون سياسي لازم يحافظ على البلد، يعرف يعني لما يكون عراقي اصلي يحافظ على البلد، يحافظ على قيمه الانسان. اجوا ما شاء الله الصحه مدمره، يعني هاي يعني شلون افلاس العراق، شلون يفلس؟ يعني هالخيرات هاي. ذاك اليوم تقرير سمعته بان العراق الحكومه العراقيه ما يسمى بالحكومه العراقيه مستورده ب 700 مليون دولار لالنجي. يعني عندنا زراعه ارض واسعه، يعني نقدر نزرع كل شيء. هم اهم شيء عندهم ايران الاول والاخير، والا العراق كله ما يهمهم ابدا. يعني هسه لو تجي المنافذ الحدوديه، النفط، الخيرات اللي بالعراق، يعني تمشي العراق وتسوي دوله صاحيه. هم ديموتون الشعب، ديدمرون العراق. يعني العراق يعني ما نقول العراق معناتها العراق، يعني هم جايين يدمرون العراق. ويعني عيب واحد والله ينتخب، والله عيب. يعني شنو المنجزات واحد ما يروح ينتخب؟ شنو المنجزات؟ يعني واحد يفكر شنو المنجزات. والنوبة الناس اللي بالخيم، تعال اقعد، روح المحافظتك، البيت متهدم. يعني شلون انا شلون انام؟ وين انام؟ لا عندي فلوس، لا عندي فراش، لا عندي اكل، لا عندي وظيفه، لا عندي راتب. يعني شلون مستحيل يكون عراقيين. لو عراقي يعني عراقي حقيقي كان قال لي هذول العراقيين، هذول اهل بلدي، يعني لازم اخدمهم. بس يعني شوف سنه بعد سنه، يوم ورا يوم، شهر بعد شهر،
لنمر بأزمات يعني هم حكومة أزمات. نعم. يعني ناس منطوين تحت الاحتلال وضمنة الاحتلال وما يمليه الاحتلال لهم هم يمشون به. ولا شنو من حكومة؟ يعني سواء يفكر بينه وبين نفسه حكومة من هاي؟ أنا أقول لك حكومة احتلال وكل مدولة مطايا احتلال يفهمون العراق ولا يفهمون العراقيين لأنهم مو عراقيين ولا ينتمون العراق ولا لهم قيمة بالعراق أبدا. يعني لو شاف التجنيس هذا التجنيس يعني أي إنسان عاقل يقبل بالشيء هذا. هذول لا عقلاء لا أوادم لا عندهم غيرة لا عندهم دين ومو عراقيين ولا ينتمون العراق ولا لهم يعني سنتيمتر بالعراق. جو يكبر كسروا الطائفية ودمروا الناس وقتل على الهوية. يعني ذاك ما لا شوف طفلة تمشي على أبوها. زين أي إنسان يتقبل لما يشوف طفلة تطلع دمعة من عده دمعة هاي البنية الطفلة يعني يعني نار إن شاء الله تحرق دمهم بأولادهم بعرضهم بشرفهم. بس ما عندهم يعني ناس من طويل وما عندهم دين ولا عندهم أخلاق ولا كل شيء. نعم يعني نعم. طفلة تبكي دمعاني لا أعرفها ولا تعرفني والله ضغط عندي صعد. يعني مو بشر ولا مو بشر ولا ينتمون العراق. وأنا حييك يا أخي. شكرا 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 لك أبو حسن. أبو أيسر من تركيا حياك الله. أبو أيسر أستاذ هلا بيك أخوي العزيز. أستاذ هي هاي العمالة الإيرانية نعرفها إحنا منذ زمان يعني. نعم. جد أساتذة وعلماء وأكاديميين يحشون على شاشات التلفزيون ويقولون كذا وكذا وكذا. هاي عمالة أمريكية إيرانية. أمريكا أعطت الضوء الأخضر لإيران لإدخال نفوذها بالعراق حتى تدمر العراق كليا وخاصة المحافظات السنية. نعم. وبدت إيران ترسل هواي من الناس في سبيل تغيير ديموغرافي في المناطق العراقية وخاصة منطقة ديالى. نعم. في سبيل أنه يسيطرون على العراق ومناطق العراق كليا أو اقتصاديا وزراعيا أو نفطيا يعني دمروا العراق بحيث ما خلوا كل شيء إلى شكوا دولار بالعراق سحبوه من العراق من الذيول هذول المطايا اللي على أساس قادة أحزاب. وإحنا نعرف اللي صارت الأحداث مال سليماني هم أرسلوا القادة هذول المطايا حشاكل لإيران أرسلوا عليهم قالوا لهم تعالوا لإيران بحجة على أساس زيارة قبر ذول المطايا حشاك. إيه فدا يقولوا لهم لا تردون على أمريكا ولا تضربون سفارات لأن هذول حشاك المطايا ما يعرفون أنه إيران هي عميلة لأمريكا وإسرائيل. فهسه بدت تقليم الأظافر. إيران انتهى دورها بالمنطقة فبدأ تقليم الأظافر لإيران من قبل أمريكا وإسرائيل. وإسرائيل هي دا تضغط حاليا قبل خروج ترامب من الحكومة الأمريكية دا تضغط وتضرب الميليشيات بالبوكمال وبغير مكان وهنا وهنا في سبيل أنه شن الحرب على إيران لأن انتهت عمالتها لهنا وانتهت. وإحنا نعرف كل المخالب الإيرانية اللي موجودة بلبنان وموجودة باليمن وموجودة بسوريا وبالعراق هاي المخالب خنست حاليا ما تقدر تسوي شيء. ليش؟ لأن ما يجيها أمر من إيران حاليا. إيران تريد بس تتخلص من ترامب حتى تشوف بايدن أنه يغير سياسة تجاه هذا الوضع أما يبدي بتقليم الأظافر ويستمر بتقليم الأظافر. نعم شكرا شكرا لك أبو أيسر. أكو خبر جوايدي يقول وزارة التخطيط قالت أنه ما عندها إمكانية تسوي تعداد سكاني بال 2021 لأنه ماكو مخصصات مالية والطالب بإرجاء التعداد السكاني إلى 2022. هي بالعقل هو التعداد السكاني يصير المفروض قبل الانتخابات حتى الحكومة تعرف إيش قد مسموح لهم يشاركون بهاي الانتخابات لأنه الانتخابات الماضية صار لها 4 سنوات أو أقل. فأكو ناس هسه من حقهم يدخلون كل سنة أكو ناس يكبرون ومن حقهم ينتخبون فحتى يحصرون هذا العدد لازم يصير أكو تعداد سكاني. السؤال الثاني تخصيصات مالية للتعداد السكاني ليش راح يسوون بالتعداد السكاني؟
هي وزارة التخطيط بها موظفين المفروض هذا شغلهم، هي ما راح تعين عقود جديدة للتعداد السكاني ولا راح تسوي تدريب شيء للتعداد السكاني ولا راح تسوي أي شيء. هي عندها موظفين بوزارة التخطيط مسؤولين عن هاي القضية، ذول الموظفين يطلعون ايش قد يرادهم؟ شهر شهرين ثلاثة بيدا سجل ويسجل، هذا المعرف عنه. أو إذا تردون تسووها إلكترونية يا بكل عائلة ساكنة بمنطقة نخصص يوم إلى كل منطقة أو نخصص أسبوع إلى كل حي أنه من حقكم بهذا الأسبوع تراجعون وزارة التخطيط حتى ندخل بياناتكم ونعرف بياناتكم ونحدث هاي البيانات. فوش يحتاج للتعداد السكاني حتى تحطوا له مخصصات مالية وبالتالي المخصصات المالية تلغف؟ أبو الحسن من بغداد رجع لنا، حياك الله. السلام عليكم أستاذ أثر. عليكم السلام والرحمة والإكرام. أحييك وأحيي قناتكم التي تنقل الحقائق كما هي في العراق. واجبنا أخوي. وعلى الساحة في العراق. أخي بالنسبة للتعداد العام للسكان أو النفوس الحالية، هو من 2005 ولحد الآن بدأوا يدخلون أشخاص إيرانيين ويمنحهم الجنسية العراقية، وبدليل أنه أحد أقربائي مهندس في الأجهزة الإلكترونية في النفوس. نعم. يقول بس بمدينة الصدام أو مدينة الثورة أنه دخلوا أكثر من 80,000 إيراني منحوهم الجنسية الإيرانية في مدينة الثورة، وأيضا في الحلة عدد كبير. فهذه معلومات معروفة عنها، وبدليل أنه هذا الشخص الموظف أو المهندس اللي ينصب هذه الأجهزة هو دي يتكلم لي مباشر، لأنه هو أصلا من الحلة، فيقول أنا اشتغلت بمدينة الثورة وبدأوا يزورون. إضافة لهذا، يعني سنة 2006 بدء الانتخابات، فأيضا أمام بيتي كان مركز انتخابي، فبديت أقدم مأدوبة غدا للعناصر الشرطة اللي حماية المركز الانتخابي، فواحد من الشرطة طاح على واحد من الشرطة الاتحادية قال له حسينة، قلت له ليش شنو حسينة؟ وكان يقول لي هذا أصلا إيراني بس جنسوه عراقي، وأيضا طوعوه إلى وزارة الداخلية بزمن إبراهيم الجعفري. زين، إذا من 2006 من حول الجنسية العراقية إلى الإيرانيين، كيف هسه في هذه الانتخابات الأخيرة اللي هسه راح تبدأ بال 2021 كم إيراني منحوهم الجنسية العراقية حتى ينتخبون ذيول إيران وأيضا المناصرين لإيران؟ فإحنا نعرف أنه من 2006 ولحد الآن إيش قصر عملية منح الجنسية العراقية، بالإضافة لهذا بمدينة الثورة يوم من الأيام أنا كنت هناك في النفوس دا جدد النفوس مع عائلتي، تحرك ضابط مقدم أتذكره في النفوس أنه حكى واحد وياه قال له شو تدى تمنحون الجنسية الإيرانية العراقية الإيرانيين وإحنا العراقيين مدى تمطنيها؟ قال له ليش هالشكل، يعني أنتوا تريد تبيعون العراق إلى إيران؟ يقول له أنت شنو، ليش العراق مال أبوك؟ يقول له، يجاوب المواطن العراقي اللي هو من مدينة الثورة المقدم، يقول له هو مال أبوك العراق حتى ما نمنح الجنسية العراقية إلى إيران إلى عناصر إيرانية؟ قال له عددتوا بعتوا العراق إلى إيران. وفعلا هاي الحكومات من 2003 ولحد الآن باعوا العراق، وصار العراق إلى حاضنة إيران. نعم. نعم. وبدأوا الإيرانيين هم يتصرفون بالعراق ويحكمون بالعراق، وأيضا كل ديول إيران هم موجودين اللي كانوا مطلوبين للنظام السابق الآن هم يحكمون العراق، لأنه كانوا مهزومين مطلوبين مطلوبين من ناحية القتل ومطلوبين للدولة، فالآن هم اللي جو يحكمون بالعراق. فكيف التزوير يا أخي أثال؟ راح يصير التزوير يعني تقريبا
أكثر من 10 مليون إيراني جنسوا بالعراق حتى في سبيل يدعموهم، يدعمون ذيول إيران بالانتخابات ويبقون في عضوية البرلمان وسدة الحكومة. فعملية تزوير وعملية منح الجنسية العراقية إلى إيران موجودة ولا زالت. فهاي معروفة يعني من 2006 أني عايشها، عشتها، مو أحد يقول لي عشتها، أني مدينة الثورة وعشتها أمام مركز الانتخابي اللي قبال بيتي، لأنه أكو عناصر إيرانية مجنديهم مسويهم شرطة بأيام إبراهيم الجعفري، هو اللي حسب قول الشخص نفسه قلت له شلون أنت طوعت، يقول لي إبراهيم الجعفري بوقتها طلب من السفارة الإيرانية وتبعت له أكثر من 15,000 عنصر إيراني حتى يطوعون بوزارة الداخلية. وإحنا نعرف، إحنا نتذكر أنه وزارة الداخلية بال2006 زمن باقر صولاغ انه نص الوزارة هي او الطابق السادس هو كل ايرانيين من اجل التحقيق مع العراقيين الوطنيين ومع الضباط وكل الناس الخيرة، هاي معروفة استاذ. فكيف هسه هم استلموا البرلمان واستلموا الوزارات، كيف عملية المنح راح تصير اكثر؟ وممكن انه لا سامح الله يجوز راح يصير اكثر من نفوس الشعب العراقي منح الجنسيه الايرانيه. نعم نعم، شكرا شكرا جزيلا لك ابو الحسن. اتحول بالرسائل الى برنامج الواتساب واقرا رسائل اللي دازيها المشاهدين لنا. في اكو شخص يمنا يقول السلام عليكم اخي العزيز، ألف مغيب من جوف الصخر تم إعدامهم في منشأة 190، أتمنى أن تسلطوا الضوء على المعتقلين الذين أعدموا في جوف الصخر. هو دازلنا قوائم، فأتمنى أخي العزيز أنه ترسلها إلى رقم يظهر أسفل الشاشة بهذا الشريط الأزرق اللي دا يتحرك، اسمها نافذة أنت ترى، وإن شاء الله ننظر لها. تحية طيبة لكم من متابعيكم في الأحواز، حياك الله أخوي العزيز. مرحبا أخي، بالنسبة إلى قصة تدخل الجيش، هو وين هالرموز مالتنا لقيادة العراق؟ الله يخليك، كلها ميليشيات. رسالة أخرى، السلام عليكم أخواني أعزاء، أتمنى أن تنشر هذه الفيديوهات. أخي العزيز نفس الشغلة أقول لك أنه أكو رقم يظهر بالشاشة تحت اسمه أو رقم معنون بنافذة أنت ترى، ارسلوا لنا كل شيء تردوا على النافذة وإن شاء الله يظهر على شاشة الرافدين. السلام عليكم، شلونك أستاذ؟ أستاذ يجب التركيز على شيء مهم وهو أساس تطور أي بلد بالعالم، وهو التعليم اللي صنف الأسوأ على مستوى العالم بسبب عدم وجود دولة فاهمة، وإنما موجودة أحزاب موالية لإيران. أخي العزيز، هو ليس الأسوأ، التعليم في العراق ليس الأسوأ، الأسوأ يعني داخل ضمن التصنيف. تعليم العراق خرج من قائمة التصنيفات الدولية أو العالمية، يعني أصلا ما داخل بالقائمة، مو من الأسوأ. وإيران التي دمرت كل شيء في العراق عن طريق ميليشياتها، والحل الوحيد لإنقاذ الواقع المزري الذي يعاني ليس على مستوى التعليم بل في جميع القطاعات العراقية منها بسبب هذه الثلة الفاسدة، والحل الوحيد بيد الشعب العراقي للتخلص منها نهائيا. أخوكم محمد من الأنبار، حياك الله أخويا. السلام عليكم، صباح عراقي مقيم في ألمانيا، تحياتي واحترامي لقناتكم الموقرة. موضوع الجنسية شيء واضح، هم أما من التبعية وأما إيرانيين، والسبب هو مساندة الأحزاب الفاسدة في الانتخابات التابعة لإيران. أما موضوع النازحين نتمنى أن تغلق، لكن ما هو البديل؟ وبيوتهم مهدمة، الحل هو بناء كرفانات جاهزة وأعطاء منح لكل عائلة. ليش بناء كرفانات؟ صار لهم سنين بالمخيمات، ما فكرت الحكومة بهاي السنين تسوي عملية إعادة إعمار لهذه المدن وتوظف الشباب العراقي العاطل عن العمل في شركات حتى يبنوا لي بيوت مرت اللخ ويقولوا لهم رجعوا، ويكون تعويضهم مو فلوس. ما يحتاج العراقي فلوس لأنه مو جوعان، يكون تعويض النازح العراقي هو بيت جديد اللي خسره نتيجة سوء إدارة الدولة اللي نطت هاي المحافظات. ممكن أن تصنع في العراق، في الحرب العراقية الإيرانية كان الجيش العراقي يبني كرفان، شاحنة، غرفة نوم، مطبخ، تواليت، ولكن وين الشريف اللي يفكر؟ ولعنة الله على الظالمين، تحياتي للجميع ولقناتكم الموقرة. السلام عليكم، أبو حاتم من الموصل، تحية طيبة لك أستاذ أفل وللجميع. أستاذ
عيب وعار ما بعد عار على كل عراقي وعراقية راضع حليب عراقية وشارب من ماء نهر دجلة والفرات العظيم وما جل من برح العراق وما جل من برح العراق وزهدي الفيحاء وخستاوي الحلة وخبزة الكوت والموصل وشارب من لبن أربيل يسكت على ما يدور في العراق من زهق لأرواح الآباء والأمهات والأبناء والزوجات على يد هؤلاء عملاء وجوذان خضراء أحفاد الخميني الدجال خائن زاد وملح العراق والاحتلال الأمريكي الإيراني الصهيوني وعوانهم حان الآن وقت ساعة الصفر طال الوقت أم قصر للانقضاض على هؤلاء وخلاص العراق من هذا الوضع والتاريخ ما يرحم يا عراقيين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي أخي أفل حكومة لصوص وسراق وعديمي شرف باطلي غيرة إيش تتوقعوا من هذول السفلة ذيول الفرس المجوس والله وصفة على العراق العريق حكمونا هذول السراق أخوكم من الأحواز العربية حياك الله. تحية لك أستاذ أفل لا تنسى فضيحة السفارة العراقية بالسويد وبيعها 5000 جواز عراقي وتقدر تدخل على النت وتلقى تفاصيلها وشكرا أبو يوسف من الدنمارك شكرا لك أخي أبو يوسف. السلام عليكم. أمريكا وإسرائيل متفقين مع إيران بتغيير ديموغرافية العراق بنفس الطريقة اللي طبقوها بإيران على المناطق السنية لكن في العراق بصورة أخبث. السلام عليكم أستاذ أفل والله وياك إحدى الطالبات جامعة أنبار نطالب من وزارة التعليم العالي يخلون دوام يوم لو يومين بالأسبوع والله التعليم الإلكتروني تعليم فاشل مدى نفهم أي شيء من المادة ولا دا يقدرون يتواصلون ويانا بصورة صحيحة وانتو تعرفون حال النت بالعراق. مشاهدين الكرام المشكلة اليوم أنه لما تجي تباوع على التصريحات الحكومية تقول والله ذولا عندهم غيرة وشرف بس لما تطلع القضايا تكتشف أنه أكو تزوير وأكو تجنيس وأكو سرقات وأكو نهب وأكو أكو 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 بلاوي. هسه مثل ما قال أخونا من الدنمارك سفارة واحدة بالعالم سفارة السويد أو سفارة العراق بالسويد بايع 5000 جواز عراقي على سواد عيون العراقيين جايين يتجنسون ما البلد متهدم متدمر اقتصاديا راح يعلن إفلاسه. أكو سر عرفتوه من اتصال المشاهدين لكن لازم أكو حل. الحل مو أنا أقوله ولا قناة الرافدين الحل بيديكم أنتوا يا الشعب العراقي. نلتقيكم على خير إن شاء الله بنفس الموعد بحلقة جديدة من برنامجكم صوتكم باكر. في أمان الله.